since I've been driving this train. Years in this lane, there's no stop. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد. قبل ما تكملوا هذا الفيديو ما تنساوش لايك سبسكرايب كومونتير، وكالعاده خليوا لي كومونتير زوين باش هكذا نتحفز ونزيد نحط لكم فيديوهات جداد. بغيت نشكركم كاملين على لي كومونتير كيف في مواعدكم. ديك المره قلت لكم غادي نطلع معايا، لكن لي كومونتير اللي معاودين نفس التعاليق كنبغي نشكركم كاملين. تعاليقكم قريتها كامله، كنبغي نشكركم بزاف. شكرا بزاف على الحب ديالكم، على الاهتمام ديالكم. قبل ما تكملي اختي هذا الفيديو لايك ضروري، تهبطي لايك وتكتبي لي كلمه زوينه وتقول لي يا اختي من فوقاش وانتي متبعاني. يلا هما يا اختي جمعوا دروينا، نمشيو نحركوا العضله، نمشيو نتريني وانا كنموتيفيكم باش حتى نتوما تنوضوا متبقاوش زعلانين. قريت في التعاليق قلتوا لي هاد المره دوري الكاميرا وبيني لنا لي كونسوليغ اللي كتستعملي. المهم هذه انا كونسوليغ اللي كنستعمل. البنات اللي قالوا لي منين كتاخديها، كناخذها من بارا. انا صراحه ما نقدرش ندير شي حاجه لوجهي من غير لي برودوي ديال بارا، حيت كيكونوا اختي كونفيونس. ما نقدرش مثلا نمشي باج ناخذ شي كونسوليغ، اختي ما تغامريش بوجهك وتمشي لشي باج وتاخدي كونسوليغ ولا شي حاجه ديال الوجه. سيري لبارا فارماسي وغادي يعطيوك ديك الساعه على حسب النوع ديال البشره ديالك. عجبتني هاد كونسوليغ البنات، كتناسب جميع انواع البشره، البشره الحساسه الدهنيه والمختلطه. المهم البنات خدوها، راه فريمون فنه. الاس بي اف 50 بلس كتهيدراتي وكتوحد اللون وكتحميكم من اشعه الشمس. فالجل نتوايون اللي كنستعمل، كنستعمل هذا ديال ايدغاكور، هذا ديال البشره الناشفه، هذا فيزاجيكور. تقدري تغسلي به حتى لو كور ديالك وحتى لوليداتكم الصغار. كتبين هنا بوغ لي بيبي اي لي زونفون، يعني حتى وليداتكم الصغار يقدروا يغسلوا به لو كور ديالهم والوجه ديالهم. ما يمكنش شحال كيدغاتي الوجه وكيعطيه واحد ليكله. انا بعدا صراحه ولا الكود كور ديالي، انا البشره ديالي مختلطه، في الصيف دهنيه وفي البرد كتولي ناشفه. ما يمكنش هذا المعطر شحال غزير، راه انا كنت كنستعمل ديال الفاني وليت كنستعمل هذا الزرق. هذا راه فريمون زوين، خذوه. عرفتوا كيخلي لكم واحد الريحه، كتحسوا بواحد الانتعاش، وعرفتوا راه كتبقى ديك الريحه ديال البيت ديال هذا المعطر هذا. المهم انا بدا يطلع لي هذا الزرق في راسي، غناخذ عاوتاني. نصحوني البنات الا كنتوا ديجا مستعملين من غير الزرق والصفر، نصحوني بشي لون اخر نديرو. اصلا قولوا استسهاله كعرفتوا شنو نعطيه صليه القفيفه ديالي. شنو تيقولوا لها هذه، تيقولوا لها شنو تيقولوا لها الوريدات طبق. شوفوا على طبق تبارك الله شحال كبير. هذا كندير فيه دوك الحويجات اللي كيتوسخوا كنحطهم هنايا. فالوريدات تقدروا ديروا فيها اي حاجه، تقدروا ديروا فيها الصبابات لي جوي، اي حاجه بغيتوها. انا مره كندير فيها تقاشر كنرميهم تما، حوايجي هكا كنبغي نبدل صافي خصهم يتصبنوا كنرميهم تما، كتجيني ساهله. كيبقى داكشي كله مقاد ومتول بلا ما كنبدا نحيد ونرمي فوق الناموسيه، كنجي كنحيد حوايجي وكنرميهم. فريمون زوينه البنات، اللي بغيتوني نشارك معكم منين خديتها. ضروري البنات ما تجربوا هاد لاموس انتيم، واعره. اول حاجه ريحتها ديال المسك الابيض، الريحه ديالها كتحمق دمار دمار ديال بصح. المهم البنات اللي كيقولوا لي يا اختي شاركي معنا شي جيل انتيم، البنات انا كنستعمل هاد لاموس انتيم. شوفوا لاموس انتيم ماشي جيل انتيم، شوفوا هانتوما انا ضيعت شويه. شوفوا الريحه ديالها دمار، عرفتوا كتفتح لك ديك المنطقه مع الوقت وكترطبها. انا اول مره فاش استعملتها عرفتوا راه ما يمكنش على الريحه كتخلي لك في ديك البلاصه، كتخلي لها ريحه زوينه. والبنات اللي عندهم دوك الافرازات ولا الحكه ولا اي حاجه فخذوها. هذا راه كيناسب يعني كاع الفئات، مزوجه ما مزوجاش. المهم ضروري اي امراه اي بنت خصها تكون عندها لاموس انتيم ديالها، حيت هذا راه ما يمكنش كتنقي لك ديك البلاصه، كتفتحها لك مع الوقت وكترطب لك ديك البلاصه. انا عرفتو شنو، مشيت لا فارماسي وبغيت ناخذ بيافين وشفت الجيل انتيم ديالي تسالو، قلت لها عطيني شي جيل انتيم، وهي تقول لي راه كاينه لاموس انتيم. قلت لها لاموس انتيم
واش فايتي مجربين شي موز انتيم؟ انا اول مره غنستعمل هي هذه ديال كيوغا انتيم. عرفتوا راه فن، عرفتوا راه خطيره ديال بصح. البي اش ديالها نوتخ، يعني تقدري تغسلي بها كل نهار، ما عندك منش تخافي. وحتى ديك البلاصه كتوازنها لك، يعني البنات اللي عندهم الحكه والافرازات ولا اي حاجه راه كتنقي المهم البنات على حسابي واعره. نتوما شوفوا كي دايره، شوفوا الشكل ديالها كي داير، وفيها الريحه ديال المسك الابيض. عرفتوا راه الريحه ديال المسك الابيض دمار شامل. والثمن ديالها 134 درهم. عرفتوا دوزت لي تقريبا دابا شهر ويا عندي. عرفتوا راه واعره والله حتى خطير. البنات خدوها بعينكم مغمضين. الصمطه الاولى صافي ولات كتجيني كبيره. شوفوا انا ملي كنعرف راسي بديت كنقص الوزن بالحزام ديالي كيولي، شوفوا الحزام ديالي كيفاش ولا، الحزام ديالي كيولي صغير. المهم هذه راها لا طاي ال، شوف عرفتوا راه واعرين هاد الصمطي خطيرين. وهنا خديت لا طاي ام، يعني انا دايره لوبجيكتيف باش نولي نلبس لا طاي اس. المهم الوريد ديالي دابا غادي نلبس حوايجي باش نمشي نتريني. باقا ما واكلاش، كندير كارديو على الريق. كلشي متوفر، شوار الصابون توما. المهم انا ضروري خصك ديري اختي القفل، بلاصه اخرى هنا عاوتاني فين نشفو يدينا خدامه. شي شوار توا خدامه توما. شوما الدوش هنا، الطواليت حاشاكم هنا الدوش ميزان. خصني نعبر راسنا بلاطو 100% فام. المهم ما نقدرش ندخل حيت كاينين العيالات محجبات. وهنا لا زون ديال الكارديو. المهم انا نتشارك معكم كلشي. تبارك الله الفيستير كبير صراحه. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.
نهار كنطيب دابا الوجبه ديالي الاولى الصراحه عييت ما يمكنش عرفتو كنحس بواحد الاحساس ملي كتوصلي لواحد لوبجيكتيف كتحسي بواحد الفرحه وواحد الموتيفاسيون كتنسي داك العيا كامل. المهم وريدات ديالي دابا غادي ناكل. شوفوا الصباح وجهي كان شاحب دابا تبارك الله طحت عليه طح عليه السر مع لونطريمون كدور الدوره الدمويه. شوفوا هاد الحبه هادي ني دابا خصني ندير لها داك البوماده. شوفوا الاخرى كرمات واحد داك البوماده اللي شاركتها معكم الحبوب واعره ديال بصح. قالوا لي اشمن كريم كتستعملي ديال الحبوب هو هذا البنات هذا اختي كنديروا دوك الحبات المفاجئات وهذا كيليق البنات اللي البشره ديالهم دهنيه وعندهم الحبوب. البنات الا كانت البشره ديالكم فريمون دهنيه وعندكم الحبوب جري اختي الباره وخودي راه ما يمكنش اي حبه عندك في وجهك كيحيدها وتا الحبوب. هذا راه فيزاجيكور شفتوا انا اصلا في الاول كنت خديته على وديت كنت درت لاصيغ في يديا وناض ليا الحبوب بزاف وصافي من تما مشيت للبارا ونصحتني به وليت كنستعملو قالت لي الا نضت لك اي حبه في وجهك تقدري تستعمليه وراه كيصلح حتى البنات اللي البشره ديالهم دهنيه وما كيعرفوش اش من مرطب يستعملو. راه فريمون زوين البنات خدوه على حسابي واعر واعر ديال بصح. هذه هي الوجبه ديالي. عندي هنايا 50 غرام ديال الطوست 11 غرام ديال اللوز عندي هنا 4 ديال البياض ديال البيض هنا عندي تفاحه وهنا عندي عصير ديال الليمون بالحامض والزنجبيل الزنجبيل ليك. المهم دابا غادي ناكل في ورايات غندوش وغادي نعس عرفتو كيبان لكم شعري مزيات وكنبان تايرد ام سو تايرد. المهم الى وصلتو حتى لهنايا ما تنساوش لايك سبسكرايب كومونتي وبارطاج بزاف الحب. السلام عليكم.